عريسهم مشردون في تعز. تحت هذا العنوان كتب الصحفي أحمد ماهر عن معاناته في إقامة عروسه في مدينة تعز بعيدا عن أهله وأصدقائه في مدينة عدن، لكن الرد جاء مختلفا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعز، إذ دعا ناشطون إلى مشاركة أحمد في عروسه تحت عنوان بين أهلك في تعز. ولاقت الدعوة رواجا كبيرا، حيث احتشد المئات لإحياء عروسه وقاموا بحجز صالة للعريس بعد أن كان المقرر إقامته في أحد المنازل. ابن عدن جزر محافظة تعز، وشاءت الأقدار أن تزوج من هذه المحافظة الجميلة، ولم أتوقع أن يكون هناك معازيم أو حضور لأني بعيد عن أهلي وناسي وأصدقائي، ولكن تفاجأت بأن أبناء تعز وأبناء اليمن غمروني بحبهم واحترامهم وحضورهم إلى حفل زواجي بعد دعوة تفاعلية نشرتها بصفحتي في الفيسبوك. توافد لي الآلاف من أبناء تعز وأبناء اليمن وغمروني بحبهم واحترامهم ورسائلهم بصفحات التواصل الاجتماعي، وهذا إذا دل أن أبناء اليمن هي أسرة واحدة لا تفرق بين شمالي ولا جنوبي. وفي حشد لم يكن في حسبان أحمد، اجتمع الناشطون والمواطنون في عرس فرائحي بهيج، ارتدى فيه العريس الملابس التراثية التي يتزين بها العرسان بمحافظة تعز، عرفانا منه بالجميل الذي قام به شباب المحافظة. وتفاعل مع الدعوة التجار وعدد من أصحاب رؤوس الأموال الذين قدموا الهدايا العينية للعريس، من بينها حجز صالة للعريس وحجز فندقي وتقديم العديد من الهدايا الأخرى. أبناء تعز كعادتهم النداء وحضروا بهذا الشكل الكبير، جهزوا استراحة أو صالة عرس، تم الدعم وتقديم الهدايا من الجميع وعلى رأسهم الشيخ حمو السعيد المخلافي الذي أمر بتجهيز شقة كذلك، يعني هدايا ما شاء الله. اليوم نحتفل ومستمرين بالحفل اليوم وغدا، زفة ستكون كبير ستشهدها تعز بإذن الله من صبر إلى شارع جمال. ومثل هذا العرس بارقة أمل لليمنيين في ظل الحرب التي ساهمت في تقسيم بلادهم وإشاعة روح التفرقة بين أبناء المحافظات، ليؤكد أبناء تعز أن محافظتهم ستظل الحاضنة لكل اليمنيين في أتراحهم وأفراحهم. طه صالح لبرنامج أسبوع البلد تعز.